ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبش. فن وذوق وأخلاق. ما إن يأتيك ضيف أو ضيفة من خارج البلاد حتى تفوت في الحيط لأنك لا تملك الكثير من الأموال كي تصرفها على ملذات الضيف الشخصية. والمسألة لا تتعلق بالمال فقط، وإنما بكيفية اختيار الملذة للضيف وتقديمها له كفكرة وكتنفيذ وكإنتاج أيضا. وبناء عليه فعلينا أن نقدم بعض التذكارات لأشهر الشغلات الغريبة التي سنستخدمها كأندبورية ونقدمها لضيوفنا الأعزاء، بل وندهشهم بها. وستبدأ صباحك عزيزي المبتلي بفتاة أجنبية أرسلها ابن خالد أمك المهاجر إليك كي تكون دليلها السياحي، محذرا إياك من خرافتها أو من التحرش بها، وبنفس الوقت محملا إياك تلك المنية الكبرى بأنه مفضل عليك الآن وأنك تحت وحدة من وحداته الإيجابية تجاهك. فتقول في نفسك مستغربا كيف أن ابن خالد أمك يعتقد أنه أرسل لك هدية بينما يحذرك من عدم الاستفادة من لحمها وجلدها وحليبها، عفوا يعني، بل ويأمرك أن تدفع طوال فترة إقامتها وهو يعرف أنك لا تستطيع. أصلا هو سيد العارفين والمهاجرين بالتالي. وتبدأ بتفقد نقودك فتجدها قليلة قليلة little little، ولكنك تهتدي إلى حل من حلولك الثقافية. وتبدأ رحلتك الأولى كدليل سياحي عتيد. تأخذ فتاتك الأجنبية بعد أن تتأكد من أنها ترتدي خفا في قدميها كتوصية أولى للضيفة كي لا تتفركش وتتطحبش كل دقيقة وكل ثانية فيلتم حولك الناس، وخاصة من صنف شوفيريت التاكسي الأذكياء الجاهزين لخرفة الغرباء ومرافقيهم. وتمشيان وأنت تشرح This is شارع 29 أيار، وهو شارع عجيب غريب، وخاصة عندما ستجتازين الشارع من منطقته الوسطى التي بلا إشارة دائما وبلا عم الشرطي دائما أحيانا. فمن الممكن أن تضعي حدا هنا لقصة حياتك بواسطة الاندعاس من قبل ميكرو طائر أو تاكسي محلق أو خصوصي يغزو الفضاء، ولكن يمكنك بعد لأي ولعية قلب أن تقطع الشارع ولكن على طريقة الهرولة، لأن كل من يراك تجتازين من بعيد سيزيد من سرعته كي يضحك وهو يراك تركضين خائفة من موهبته. وما هي موهبته يا حزرك؟ قلة الذوق هي موهبته، على الرغم من أن الحكومة حددت واشترطت على السائقين أن يتحلوا بصفات ثلاث ألا وهي الفن والذوق والأخلاق. وعلى اعتبارك يا أختي غريبة فلا تأخذينا، لأنه رح تلتقي بشوية شوفيرية قليلين ذوق وما أحد عم يخالفهم وماشين واسم الله عليهم وبدون بند الذوق، بربك معجيبة. أما بالنسبة للأخلاق فحدثي ولا حرج، وسترين بعينيك كيف أنها غير ضرورية أيضا في شوارعنا، بل يمكن أن تشاهدي كيف ستقترب منك بعض السيارات التي يعتقد أصحابها أنها فخمة، وكيف ستزمر لك تلك السيارات كي تصعدي وكأنك لم تشاهدي سيارة في حياتك. وستشاهدين كيف يخلق الميكرو نفسه أمام ميكرو آخر ويلطش منه زبونا رومانسيا حالما أشار له برأسه ويديه أن يقف. أرأيتي؟ يمكن للسيارة أن تمشي بدون أخلاق كمان. مو عجيبة تمشي السيارات بدون ذوق وبدون أخلاق؟ لذلك رجاء لا تسأليني عن الفن، إذا ذوق وأخلاق ما عاد فيه بقى وقفت على الفن. وتسكت أيها الدليل وتبتسم لأنها أعجبت بتحاليلك، بل وضحكت أيضا، وستكمل معها مشوارك وسنكمل. هكذا حدثنا هردبش. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.